مع مشيئة الله كان ندوزها في ظريف هذه الساعة. الإنسان اللي كيكون متقدم في السن حدو يلزمو دارو ما تعرفين تجبرو القدرة. الحمد لله ما كاينش اللي غادي ينفعو يقعد ما بين الأهالي ديالو والحباب ديالو. أيوة. والمناخ ديال طنجة راه عند العالم معروف، من طنجة حتى القويرة هذا هو المناخ اللي كاين. المناخ ديال طنجة من السعيدية طنجة الداخلة ما كاينش اللي والصويرة، هذا هو المناخ المخير. العطلة الصيفية ديالي أنا جيت كنقضي أنا في طنجة كنقلب على خدمة، ما كايناش شي عطلة صيفية بالنسبة ليا. دابا ملي سايت قراية وخدت الدبلوم جيت كنقلب على خدمة، يعني ما مازال ما خدمتش بعدا باش نشد العطلة. العطلة الصيفية في الأوقات الفراغ اللي كيكون اللي كنكونش خدام فيهم كنحاول يعني نبدل الجو شوية، نحاول ندوزها هنايا في مناطق قريبة هنايا لمدينة طنجة ولا في مناطق الشمال، ولا كان المصروف ضاير على لا نكتشفوا بلايص اخرين اذا كان ممكن. زعما كنقضيها في مدينة طنجة. ولكن انا من مدينة القنيطرة جاي انا واصدقاء ديالي. شي ندوزوا العطلة هنايا ونشوف عن مدينة طنجة زوينة بزاف. كيفاش كتجيك؟ فين كتمشي للبلايص اللي كتمشي ليهم؟ بلايا صار المعاكيز صافي كنبقاو ندورو هنا. فين كتقضي العطلة الصيفية ديالك؟ في طنجة. كنمشي للبحر، كنمشي لازيلا، كنمشي للهواره وصافي. ما كتخرجيش مع عمرك خرجتي نهائيا على مدينه؟ لا كنمشي لتطوان وصافي. شنو فين كتمشي شنو كديري؟ كنمشي لتطوان البحر عاوتاني مع عائلتي في مارتين وصافي. ما كنتي فين ما كتكون شي عواطله ولا شي حاجه كتدبروا على الفلوس كنجيوها لطنجه. ياك كتعجبنا طنجه واخا حنا قنيطريين كتعجبنا طنجه. وكل خطره فين خطره في ازيلا، خطره مولاي بوسلام، خطره السعيديه، خطره افران لموزان. يعني كتبدا كتبدل خطره الصويره، خطره مراكش، خطره كل خطره وكيفاش. يعني الا بقيتي في مدينه وحده ما روتين هذا هو اللي كاين. يعني كتبدل الجو كل خطره وكيفاش. فين كدوز العطله الصيفيه ديالك؟ كندوزها في مدينه طنجه اللي كتعرف بالمناظر الزوينه ديالها والناس طيبين ديالها. كدوز الحمد لله زوينه في كاع الاوقات ديالي اللي كنجيو لها كدوز زوينه. وي كنقضي العطله ديالي الصيفيه هنا في طنجه، كاين البحور مزيونين في الداليا قنقوش هنا بلايات جهادي. هاد العوام الاخرى رجعت مصطفى بزاف الصراحه، ولكن فهمتي كيعجبني الواحد يبدل الاماكن يوم من الايام يعوم بعيد. لا كاين بلايص اخرين كنسافر انا، نمشي للسعيديه تما البحر زوين، هذيك الاماكن في مثلا الحسيمات تما كاين البحر زوين بزاف صافي زعما شي اللي كاين. شنو هما المدن اللي من غير مدينه طنجه اللي تقدر تزورهم؟ الحسيمه، السعيديه، اكادير عجبني نمشي لاكادير، اسفي يعني مدن اللي كراتي شي مدن اللي باقي ما مشيتهمش نزورهم ان شاء الله.